السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي الطلبة، نلتقي مجددا في مساق بنك الدم. هنتكلم اليوم في الأبو الـ ABO System Chapter Number 2. بالنسبة للـ ABO System، يعتبر اللي هو من أهم اللي هي المواضيع المرتبطة بالـ Transfusion Medicine، وطبعا تم وصفها بداية سنة 1900 عن طريق العالم اللي هو كارل لاندستينر، وطبعا اعتمد في وصفه للاي بي او سيستم على انه في عندنا انتيجنز موجوده على السيل ميمبرين اوف ريد بلاد سيلز، وطبعا هذه الانتيجنز سماها انتيجين اي وانتيجين بي وانتيجين اي اند بي انه اللي هو انتيجين اي اور بي، وطبعا وصف كل نوع من هذه الخلايا باللي هي وصف معين سماها blood groups، اللي عليه antigen A سماها blood type A، اللي عليها antigen B سماها blood type B، اللي هي طبعا عليها A and B سماها blood A and B type، واللي طبعا ما عليهاش antigens سماها blood group O. فال ABO antigen طبعا يعتبر من التصنيفات المعتمدة عالميا، والبلد جروب او يعتبر الموست كومن فينوتايب. لما نتكلم عن فينوتايب نتكلم عن اللي هو الاوبزرفبل فيزيكال بروبرتيز، واللي هي تحدد بناء على جينوتايب اللي طبعا موجوده في اللي هي الخليه، وسميت اكسبريشن از انتيجنز على اللي هو السيل ميمبرين. اذا ان الاو فينوتايب اللي يمثل 47% من البلد جروبز عالميا، والاي تايب يمثل 38%، والبي تايب 11%، والاي بي لو تايب يمثل 4%. طبعا هذه الخلايا اللي هي البلد جروبز باربع فصائل رئيسيه تمثل اللي هي البلد جروبز الموجوده في المجتمع البشري، ولكن وجدوا انه في نوع من انواع كرات الدم الحمراء التي لا تحتوي على اللي هو صفة مشتركة مع الأربع بلاد جروبس، اللي سموها بومبي فينوتايب، وتعرف على إنها O H small. الـ O H small عبارة عن مجموعة من اللي هي رير بلاد تايب، والبلاد فينوتايب اللي هو عرف على باسم بهذا الاسم، يعني بداية تم اللي تعرف عليه سنة 1952 عن طريق عالم اللي هو هندي، واكتشفوا عندما كان يعمل في مدينة اسمها مومبي واللي حاليا تسمى بومبي. طبعا هذه الفصيلة لا تحتوي على الصفات الوراثية أو الجينية اللي موجودة في كل الفصائل اللي هي الموجودة الأربعة، وتتميز بأنها لا تحتوي على إيش يسمون H اللي هي structure، هنتكلم عنه لاحقا عشان يسموها OH small. The ABO antigens are a sequence of carbohydrates. ما نتكلم عن الانتيجنز الموجودة على RBCs، هي عبارة عن مجموعة من النشويات اللي هي مرتبطة ببروتينات ودهون وسفينجوليبيدز. The ABO antigens اللي موجودة على RBCs طبعا موجودة كذلك على epithelial cells، موجودة على platelets organ cells اللي زي الكيدني والهارت والإندوثيليال سيلز، وكذلك موجودة في البادي فلويدز. فالأنتيجنز develop at about 6 weeks of fetal life، بداية تتكون هاي الأنتيجنز على الـ RBCs تبعت الجنين تقريبا يعني بعد اللي هو تكون الجنين بست أسابيع، وبصير عملية expression طبعا يعني الفكرة about 6 weeks after delivery، يعني بعد اللي هو عملية الولادة بتبدأ تتكون اللي هي الـ ABO antigens على الـ RBCs تبعت الطفل. الـ expression في الـ adult تقريبا بيصل لـ 50% يعني of strength في اللي هو بعد الولادة، يعني بمعنى آخر في سن اللي هو البلوغ بيكون عندنا نسبة الإكسبريشن للـ ABO antigens 50% أقل من اللي هي الـ ABO antigens اللي موجودة في الطفل ما قبل البلوغ.
ووجدوا انها بتصل اللي هو السترينث بتوين 2 تو 4 years of age، يعني يعني تقريبا يعني اعلى نسبه بتكون من 2 تو 4 years of age، وبتبدا تنقص في السنوات اللاحقه. بالنسبه للاي بي يو انتيجين ستراكشر اللي موجود على السيل ممبرين، يتكون من اللي هو تركيبات حكينا من كربوهيدرات وبروتينز وليبيد وسفنجوليبيدز، ومن اهم هذه التركيبات الموجوده على كل كرات الدم الحمراء اللي هي تركيبه تسمى الاتش سبستانس، وهذه التركيبه بسموها السيراميد، فيها سيراميد باك بون زائد شيء بسموه فيوكوز اف يو سي، وداخل السيراميد اللي هو باك بون موجود عندنا اللي هو كربوهيدرات واللي هو سفنجوليبيدز، وموجود اللي هي جزء من البروتينز. هذه تتكون من اللي هو الجلاكتوز، وعندنا ايش بنسموه اللي هي الان اسيتيل جلاكتوز اماين والجلاكتوز. اذا فينا 2 جلاكتوز و1 اللي هي جي اي ان اي سي. هذه الاتش سبستانس مرتبطه وموجوده على كل كرات الدم الحمراء ما عدا اللي هو البومبي فينوتايب، يعني موجودة على الـ A blood group وعلى الـ B وعلى الـ O وعلى الـ AB طبعاً. طبعاً هنا إذا أنا بدي أضيف على الـ H substance اللي هي بعض الإضافات، بتبدأ عملية differentiation لأنه بصير عندنا classification للـ blood groups. يعني معنى آخر، لو أنا بدي أضيف لهي التركيبة الـ H substance بدي أضيف الـ N-acetyl galactosamine هكون اللي هو blood group A، لو بدي أضيف الـ galactose هكون blood group B، لو مش حضيف ولا شيء حتكون عندنا اللي هي الفصيلة اللي هي O blood group. طيب بالنسبة لعملية تكوين الـ ABH antigens، حكينا في عندنا الـ ABO واللي بتمثل فصائل الدم، والـ ABH بتمثل برضك فصائل الدم. هذا الـ ABH بمعنى آخر تكوين فصائل الدم اللي هي A والB بالإضافة للـ H antigen. هذا بيتم من خلال interaction of genes of separate loci، يعني عبارة عن ارتباط ثلاث اللي هي مراكز في اللي هو الجينات الوراثية، وهذه المراكز تمثل الـ ABO والـ H capital H small والـ SE. هذه الجينز اللي موجودة على اللي هو موجودة يعني كsource of اللي هي antigens موجودة على الجينات على الكروموزومز، وهذه الجينز طبعا يعني do not actually code for the production of antigen، يعني هي لا تمثل انتاج الانتيجنز بحد ذاتها الموجوده على الريد بلس سيل وول ميمبرين، ولكن دورها انها بتنتج لي بعض انواع اللي هي الانزيمز وخاصه الجلايكوسيل ترانسفيريزز، واللي هي دورها انها بتعمل ترانسفير وبتضيف لي شوجرز على البيزك ستراكشر سبستانس اللي هو الاتش سبستانس. الاتش انتيجين يعتبر بريكيرسور، يعني وجوده ضروري لما بدي انا اكون A او B انتيجينز. وطبعا هاي الاتش اللي هي جينز بتكون انهيريتد وموجوده على اللي هي الكروموزومز وخاصه الكروموزوم 19، ودورها انا بتنتج من خلالها اللي هي او بتنتج من خلالها الاتش انتيجين. فينا طبعا FUT1 اللي هو H والFUT2 اللي هو SE، الاثنين بيمثلوا اللي هو نوعين من الجينات اللي هي closely linked and located في الكروموزوم نمبر 19. إذا ال H وال SE مرتبطين بعملية ال expression of H antigen، وإن ال H بيعمل expression لل H antigen والSE بيعمل expression للH antigen ولكن في الفلويدز، عشان هيك سموه SE أو secretory اللي هي genes. بينما الABO genes بتكون موجودة على الكروموزوم نمبر 9. الH and SE genes طبعا هذول يعتبروا جزء أساسي في تكوين الABO system، ولكن لا يعتبروا part of the ABO system، يعني بمعنى آخر يعني لا يعتبروا part من الابيو سيستم، ولكن yet their inheritance influence، لكن بمعنى آخر وجودهم ضروري وأساسي لتكوين الـ A والـ B antigen على اللي هو على الـ RBCs اللي هو cell membrane. الـ H gene
اللي هو must be inherited عشان يتكون الـ ABO antigens والـ RBCs. الـ SE gene must be inherited to form ABO antigens in secretions. إذا أنا الـ SE genes وفر لي اللي هو الـ ABO antigens في secretions في الـ fluids الموجودة في الجسم. الـ ABH antigens طبعاً كنا يتكون early in fetal life and do not increase much strength during the gestational period. يعني بيبدأ الـ ABOH antigen بيبدأ يتكون مع بداية تكوين الجنين ولا يزيد لا تزيد قوته خلال عملية الحمل. فالـ ABOH الـ ABO اللي هو antigens كويس إضافة الشوجر يونتس على الـ antigen structure حكينا اللي هو الـ H antigen هو عبارة عن وظيفة اللي هو الـ transferases enzymes. وطبعا حكينا انه هذه الـ transferases enzymes تكوينها هو اساسا سبب وجود الـ H والـ SE antigens. طبعا هاي اللي هي الـ transferases enzyme بتضيف specific sugar type to its precursor resulting in the production of fucosyl transferase and fucose to the ceramide substance. إذا وظيفتها إنها بتضيف الفيكوسيل ترانسفيريز والفيكوز للسيراميد سبستانس المين الستركشر اوف اتش انتيجين. الجلاكتوسيل ترانسفيريز بتضيف الجلاكتوز الاتش سبستانس عشان تنتج لي اللي هو البي انتيجين او بمعنى اخر تنتج لي البلاد جروب اللي هو بي. الانستيل جلاكتوز Aminal transferases تضيف لل N-acetyl galactosamine to the H substance to produce an A antigen. بينما ال O blood group does not have neither لا galactose transferases ولا NAC galactose transferases لأنها لا يوجد عليها antigens على السيل ميمبرين. طبعا هذا الفيجر بتوضح لي بطريقة تفاعلية كيف بصير عملية الترانسفير للي هو الشوغرز من وإلى عشان يكون لي اللي هو اللي هي الـ A antigen والـ B antigen. حكينا بداية في إن اللي هو الجالاكتوز وفي طبعا عندنا اللي هي اللي هو الـ N-acetyl galactosamine موجودين هنا في المركب الأساسي 2 اللي هو جلاكتوز وواحد ان استيل جلاكتوزاماين ومرتبط بار اللي هو مجموعه وظيفيه. طبعا هاي بشكل تفاعل انزيمي للفيكوسيل ترانسفيريز بعمل لي عمليه ترانسفيريز للفيكوسيل وطبعا بعمل لي ترانسفيريز للفيوكوز اللي هو مرتبط الان في الجي دي بي. الجي دي بي هو الجوانيسين 5 داي فوسفيت مرتبط مع الفيكوز. وجود الفيكوسيل ترانسفيريز بصير عندنا ترانسفير للفيكوسول وخروج الجي دي بي. الترانس الفيسيكال الان او الفيكوز حيتم اضافه الامين للمجموعه الاساسيه اللي موجود فيها جلاكتوز وموجود فيها اللي هو ان استيل جلاكتوزامين وطبعا في تو جلاكتوز حينتيجي وحياتيني اللي هو الجزء الاساسي من الاي اللي هو انتيجين والبي انتيجين. الآن تكون هذا المركب في تفاعل آخر جلاكتوز ترانسفيريز بدي أعمل ترانسفير للجلاكتوز وطبعا عندنا الـ UDP جلاكتوز هيتم عملية نقل اللي هو الجلاكتوز عفوا نقل اللي هو الـ N-acetyl galactosamine اللي هو مرتبط بالـ UDP عن طريق الجلاكتوز ترانسفيريز عشان يعطيني الـ A antigen والـ A antigen طبعا موجود فيها اللي هو الفيوكوز وموجود فيها اللي هو الـ N-acetyl galactosamine ولكن بوجود الجال ترانسفيريزز هيصير عندنا ترانسفير للمركب اللي هو الموجود أمامنا هنا هيتم إضافة اللي هو N-acetyl galactosamine. في الحالة هذه عندنا تكون الـ A antigen. لو أنا بدي أعمل اللي هو أو بدي أعمل عملية نقل وتكوين للـ B antigen نفس المركب اللي تكون بداية وجود الـ UDP مع الجلاكتوز هيصير لنا N-acetyl galactose transferases هيعطيني UDP هيعطيني ايش؟ اللي هو الفيوكوز اللي موجود اساسا مع الـ N-acetyl galactosamine
مع وجود اللي هو يضيف لي اللي هو جلاكتوز as a sugar، والحاجة هذه بتكون عندنا إيش اللي هو البي أنتيجين أو البلاد جروب بي. طبعا الـ ABO system له يعني أصل وراثي ويتم تناقله حسب اللي هي قاعدة مندليان، والإكسبريشن تبع الـ ABO antigens يعتبر co-dominant. co-dominant يعني بيصير contribution ما بين الآباء والأمهات، وبينقلوا اللي هو هذه الجينات الـ ABO اللي موجودة فيهم وتنقل إلى الأبناء بشكل متساوي. إذا عندنا الـ A والـ B genes encode active transferases. الـ O gene is amorphic. يعني عندنا حكينا إنه الـ A والـ B gene، الـ B genes طبعاً encoded لـ active transferases enzymes، لأنه من خلالها بيتم عملية الترانسفيرز للسكريات وتكوين الـ A والـ B. الـ O gene يعتبر amorphic، يعني لا يحتوي على اللي هو هاي الـ transferases. الاكسبريشن للاجين طبعا اللي موجود في كل بلاد جروبس ما عدا البومبي ريكوايرز اللي هو بريزنس اوف اكتيف ريجولاتوري انزايم جين، يعني محتاج عشان يصير عندنا اكسبريشن للاجين محتاجين لاكتيف ريجولاتوري بسموه الاي جين. طبعا في عندنا ديفرنت اليلز كان ريزلت من ديفرنت اوبزرفبل فونوتيبك اللي هي تريتس. في عندنا ديفرنت اليلز يعني في عندنا ديفرنت جينز، وهذا طبعا وجودها حيؤدي الى وجود اللي هو اشكال او اللي هي صفات اللي هي مختلفه في اللي هو ال ار بي سي. ان الاي والبي والاو اليلز طبعا يعتبروا كلاس اوف مالتيبل اليلز، يعني هم هذول عباره عن مجموعه من اللي هو المجموعات الجينيه، وطبعا في ان كل واحد فيهم يشكل يتكون من مالتيبل اليلز. طبعا كونه في اكثر من اليل معناته حيكون في عندنا different DNA sequences واللي دورها بتنتج لي proteins with identical properties. فوجدوا انه في عندنا اكثر من 70 alleles are known as the ABO locus. بالتالي وجدوا ان الانديفيديوال اللي هو نوع دمه A maybe اللي هو يكون A او heterozygous، يعني ممكن يكون يعني يحمل صفة اللي هي متساوية من الـ O antigen من الـ من الـ O من الـ A antigen والـ O اللي هي phenotype، أو ممكن يكون AA homozygous أو ممكن يكون AA heterozygous. يعني معنى آخر ممكن يكون homozygous يعني فصيلة الدم تبعته يعني purely A antigen، أو ممكن تكون heterozygous AA، يعني في عندنا different alleles of A itself. في الحالة هذه بسميها sub groups، يعني بتعطيني لو blood group اللي هو sub group من the group الأساسي. طبعا حكينا إنه the precursor اللي هو ال I، وطبعا حكوا إنه في عندنا 6 possible genotypes موجودة في اللي هو ال ABO system، ال ABO inheritance، الـ IA والـ IA والـ IA والـ I small، الـ IB والـ IB، الـ IB والـ I small، والـ A والـ IA والـ IB، وفينا الـ I small I small. طبعا لما نتكلم عن اللي هو الـ I capital اللي هو 2 والـ I small والـ I اللي هي small، طبعا عملية الـ inheritance تتكون بناء على وجود اللي هو الـ H substances، وجود الاكتيف فيكوسيل ترانسفيريزز. من خلال الفيكوسيل ترانسفيريزز حيكون عندنا تكون الاج سبستانس، ومن الاج سبستانس زي ما حكينا لاحقا عن طريق اللي هو الترانسفيريزز حيتكون عندنا الاي بلاد جروب والبي والاي بي والاو. طبعا حكينا الاي ممكن يكون هيتروزايجوس او هوموزايجوس او ممكن يكون سب جروبس، البي طبعا ممكن يكون هوموزايجوس او هيتروزايجوس مع الاو، والاي والبي بدها تكون اللي هي عبارة عن يعني صفة ثابتة لا يوجد فيها إمكانية لأنها تكون heterozygous، طبعا هتكون A و B، والـ O طبعا لا يوجد عليها اللي هو أي antigens. البومبي أصله إنه لا وجود للـ H substance gene، فبالتالي في حالة وجود اللي هو الـ inactive fucosyl transferase لن يتكون عندنا H substance، وبالتالي حينتج عنه اللي هو بومبي بلاد جروب. طبعا هذا التيبل امامنا بوضح البلاد جروب انهيرتنس،
وطبعا هنا فينا التقاطع ما بين البلاد جروب والجينوتايب تبعه، وكل فصيله لها طبعا جينوتايب مختلف، ممكن يكون هوموزايجوس او هيتروزايجوس البي والاو، بينما الاو طبعا حتكون هوموزايجوس بشكل بيورلي. وطبعا هنا في تقاطع ما بين الاو والاو والاو والاي، طبعا الاي حيكون في عندنا تو جينوتايبس، وطبعا هوموزايجوس هيتروزايجوس، والبي كذلك، والاي بي حتكون على شكل اللي هو واحد اللي حتكون على شكل A and B. طبعا هذه التقاطعات الوراثية بينتج عنها أشكال مختلفة من the blood groups. حكينا إنه the blood group A ممكن يكون هوموزايجوس اللي هو AA، وممكن يكون هيتروزايجوس AA، وهذا ينتج عنه اللي هو وجود subgroups. وجود السب جروبز ناتج عن variant of A gene أو جينات مختلفة من الـ A genes، بينما كمية الـ A antigen على red blood cells تختلف اللي هو qualitatively and quantitatively. وجدوا إنه كمية الـ A antigen على الـ blood group على الـ blood group على الـ RBCs membrane تختلف بشكل كمي وكيفي. كمي وكيفي يعني بحالة إنه وجدوا إنه في عندنا سب جروبس تسمى A2، وجدوا انها بتشكل 8% من اللي هي البلاد جروب A، وفي عندنا ال A2B بتشكل 22-35% من الاندفجوالز اللي طبعا بتكون عندهم اللي هو انتي A1. اذا وجود ال A2 على البلاد جروب اللي احنا سميناها A بشكل وجوده بيكون على شكل 8% وال A2B على شكل 22-35%. في الحالة هذه لما يكون عندنا blood group الانتيجين تبعته A2 أو A2P هيكون الشخص عنده antibodies لل A1، يعني معنى آخر واحد فصيل دمه A2 لا يستطيع أن يأخذ اللي هو فصيل الدم اللي هو A1، ولا بيقدر الـ A2B يأخذ A1. الـ A2 cells carry about 25 less A antigen than A1 cells، يعني وجدوا أنه الخلايا اللي فصيلة دمها A2 تحتوي على 25% فقط من الـ A antigen، وطبعا في الحالة هذه طبعا يعني تختلف طبعا عن كمية الـ A antigen عن على الموجودة على الـ A1 cells، لأن وجد الـ A1 cells تحتوي على 80% من الـ A1 و 20% من الـ A2، والريمايندر بيكون عندنا subgroups of A weaker than A2. يعني معنى آخر الـ A1 لا يحتوي على antibodies لل A2، بينما ال A2 يحتوي على antibodies لل A1، وبالتالي ممكن أن أعطي مريض اللي هو يعني ممكن اللي هو مريض اللي هو A1 يأخذ من A2، بس العكس لا يمكن. بالنسبة لل AB1 antibodies حكينا إنه كل blood group إلها أو موجودة على السيل وول تبعها antigens، وهذه الانتيجنز بتكون سبب لوجود انتيبوديز للفصائل الاخرى، لانه الفصيل الدم A هيكون عنده اللي هو انتيجن اللي هو بسموه A، ولكن هيكون عنده انتيبوديز B، عشان هيك بيقدرش ياخذ اللي هو من فصيلة B. اللي عنده B في موجود عنده B انتيجن، ولكن بيقدرش ياخذ A لانه عنده انتي. اللي فصيل الدم A B ما عندوش انتيبوديز، ولكن عنده أنتيجين للـ A والـ B، إذا بيقدر يأخذ من الـ A والـ B، وكذلك بيقدر يأخذ من الـ O، لأنه لا يوجد لديه أنتيبوديز على الإطلاق. بينما فصيلة الدم O يحتوي على أنتيبوديز للـ A والـ B، فبالتالي لا يمكن إنه يأخذ من الـ A ولا الـ B ولا الـ AB، لأنه ما فيش فيه أنتيجينز، ولكن موجود فيه أنتيبوديز. عشان هيك بنسمي الـ Blood Group معطي الـ O يعتبر معطي عام، والبلاد جروب A B يسموه اللي هو مكتسب أو يعني متقبل لجميع الفصائل، ونسميه الدم اللي هو بسموه يعني البلاد جروب يسموه الدم اللي هي النادر والمعطاء، بينما الـ A B بسموه الدم البخيل لأنه بخدش إلا من نفسه. الـ A B antibodies تتكون تقريباً بعد 6 شهور من اللي هو حياة الطفل، وتصل للبيك تبعتها اللي هو ما بين 5 to 10 years، و
وبتبدأ تتناقص في اللي هو ما بعد الخمس العشر سنوات، ولكن بتصل لحدود معينة بتضل موجودة. الانتي بوديز هذه للبلد جروب عادة بتكون على شكل اي جي ام، ولكن بتكون موجود جزء منها قليل على شكل اي جي اي او اي جي جي، واقل اللي هو طبعا اقلها اللي هو الاي جي اي. هذا اللي هو الاي بي يو انتي بوديز ترتبط على الانتيجنز تبعها على الروم تمبريتشر، وممكن طبعا تعمل اكتيفيشن للكومبلمنت، والكومبلمنت يعتبر له دور مهم جدا في جهاز المناعه في اللي هو تعرف اللي هي الخلايا المبلعمه على وجود الانتيجين انتي بودي رياكشن وعمليه التهامه من قبل الخلايا المبلعمه اللي هي نوع من كل نوع من انواع كرات الدم البيضاء. طبعا الاي بي وانتي بوديز ايش اهميتها؟ انها ممكن تعمل على احداث يسموه immediate intravascular transfusion reaction، يعني بشكل سريع المريض اللي بياخذ فصيل الدم غير فصيل الدم وعنده انتي بوديز الها، فورا مجرد ما ياخذ الدم حيصير عنده بلاد رياكشن يسموه اللي هو ترانسفيوجن رياكشن، واللي يعتبر من اهم انواع الرياكشنز اللي بتحصل في اللي هو المجال الطبي. الاي بي وانتي بوديز حكينا انه في عندنا طبعا انتي اي وفي انتي بي. الانتي اي وجدوا انه في عندنا تو تايبس، انتي اي كومون وهذا طبعا موجود في كل الناس اللي عندهم فصيلة الدم هم بي، وطبعا حيعمل رياكشن وذ اي انتيجن. الانتي اي 1 حكينا انه موجود في اللي هو جزء من اللي هو البلاد جروب اي واللي بيمثل 80%، واللي هو رياكتس اونلي وذ اي 1 انتيجنز، يعني يرتبط فقط اذا الاي انتيجن موجود. وطبعا هذا التفاعل يعتبر تفاعل ضعيف نوعا ما، وكمان ممكن يحصل على اللي هو درجة حرارة اللي هي البرودة، يعني درجة حرارة اللي بسموه الكولد رياكتنج انتي بوديز، اللي ممكن يكون يعني يحصل العينة تكون في الثلاجة ويصير عندنا رياكشن. طبعا هاي البلاد جروب A اللي هي طبعا لها حكينا سب جروبس اللي هو A1 و A2، ووجدوا انه في عندنا ماده اللي هي سكريه موجوده في نبته اسمها ديليشس بايفلوراس، وهذه وجدوا انه لما استخلصوا ماده الليكتين منها وجدوها انها تشتغل از انتي اي 1، يعني تشتغل از انتي اي 1 ولكن لا ترتبط على الاي 2. الاتش ليكتين يستخلص من اللي هي نبته اخرى تسمى الاوليكس اللي هو أوروباس، وطبعا وجدوا انه هذه الاتش ليكتين بتشتغل يعني بشكل اللي هو مضاد للاي 2 سيلز، يعني تحتوي او هي تعتبر عباره عن انتي اي 2 سيلز اكثر من اللي هو الاي 1 سيلز. ليش هذا بنحكيه؟ لانه ممكن احنا نكشف على الاي 1 والاي 2 من خلال استخدام الليكتين والاتش ليكتين. الاي بي او انتي بوديز للبي، طبعا هذه الانتي بوديز للبي بتتكون عند الناس اللي فصيله دمهم اي، والناس اللي عندهم فصيله دمهم اي حكينا حيكون عندهم انتي بي. بالنسبه اللي هو البي سب جروبس تعتبر فيري رير. هنا الانتي اي بي اللي هو عباره عن يعني انتي بوديز للاي بي ينتج عن طريق الاو انديفيدجوالز، ويعتبر كومبينيشن اوف اي وكومبينيشن اوف بي وكومبينيشن ممكن يكون انتي واي وبي مع بعض. فالانتي اي بي يعتبر اللي هو برايمري من نوع اي جي جي، غير حكينا عن البلاد جروبس اللي هي انتي بوديز اللي هي الانتي اي والبي، ولكن موجود بتكون على في كرات الدم، يعني في كرات الدم البيضاء وفي دم الشخص اللي فصيلة الدم O هتكون عنده أنتي A وأنتي B، ولكن مصنعة أو هي بتكون على شكل IgG type. طبعا هاي اللي هي تعتبر significant in transfusion medicine، يعني بمعنى آخر اللي O فصيلة الدم O بيقدرش يأخذ من A ولا بيقدر يأخذ من B ولا من AB، لأنه عنده antibodies لل A وال B وال AB. فبالتالي وجدوا أنه الشخص اللي فصيلة دمه O
ممكن يعني إذا تم نقل له دم من فصائل دم أخرى غير الأو هيصير عنده اللي هي blood reaction، ووجدوا إنه بشكل أساسي ممكن تسبب لنا سموه hemolytic disease of newborn، وهذا عادة بتحصل خلال عملية الولادة لو اختلط دم الطفل مع دم الأم وفصيلة الدم تبعتهم مختلفة، هنلاقي إنه حيصير عنده hemolytic disease ويصير عنده اللي هو الصفار، اللي هو عنده صفار بعد الولادة. فينا طبعا نوع ثاني من الانتي بوديز بسميه الانتي اتش، والانتي اتش نوعين، في عندنا انتي او اتش سمول، وطبعا هاي الانديفيدوالز ميك ا بوتنت انتي اتش ذات ريأكتس وذ اول ريد سيلز اكسبت ذوز فروم اذر او اتش انديفيدوالز. يعني بمعنى اخر الناس اللي ما عندهم مش اتش كابيتال حيكون عندهم انتي اتش اللي هي كابيتال، هذول الناس بنسميهم او اتش سمول، هذول الناس بيكون عندهم انتي بوديز للاتش. يعني بمعنى اخر الناس اللي عندهم او اتش اللي هي بلاد جروب واللي سميناهم بومبي، هذول الناس بيقدروش ياخذوا ولا دم من اي فصيله اخرى تحتوي على الاتش انتيجين، لان عندهم انتي بودي للاتش، فبالتالي يصير عندهم تفاعل بلاد رياكشن بشكل سريع ومباشر. في نويك انتي اتش كابيتال ينتج عن طريق الـ A1 اللي سب جروب او الـ AB individuals، ولكن وجدوا انه هذا التفاعل اللي هي يعتبر insignificant، يعني مش قوي لدرجه انه يحصل او يعمل بلاد رياكشن بلاد ترانسفيوجن رياكشن. بالنسبه للـ ABH antigens هذول يعتبروا جزء لا يتجزأ من اللي هو السيل ممبرين اوف ار بي سيز، في الاندوثيليال سيلز والبليتلتس والليمفوسايتس والابيثيليال سيلز، وكمان حكينا هذول الاي بي اتش سوليبل انتيجنز كان بي فاوند ان اول بودي فلويدز. حكينا انه اذا توفر السكريتري انتيجن الاتش انتيجن حيصيروا كل الانتيجنز هذه موجوده في البلاد سكريشن. فدير بريزنس ديبندنت على الاي بي او جينز انهيريتد as well as the inheritance of another set of genes اللي هي النوع الأساسي منها SE والسكريتوجينز. سكريتوجينز اللي هي طبعا لها دور مهم جدا في وجود الـ ABO genes والـ ABH genes antigens in the fluids أو in the excretion fluids. وجد أنه تقريبا 80% of the population of United States of America وجد انهم موجود عندهم السكريتري جينز، عشان هيك بصير عندهم انهيرتد للسكريتر جينز سميناها اس اي اس اي او اس اي اس اي سمول. الانهيرتنس لهذا الجين طبعا دوره له دور مهم جدا انه بيعمل لي اللي هو برودكشن لترانسفريزز اوف 2L فيوكوسيل ترانسفريز، واللي هو اهميته بيؤدي الى موديفيكيشن the type 1 precursor substance for secretions to express H antigen. يعني دور اللي هي genes اللي هي بتكون inherited واللي هي دورها بإنتاج اللي هو transferase alpha cell transferases، دورها بتعمل تغيير في ال precursor اللي هو substance اللي هو بسموه type 1 precursor، وبيؤدي الى وجود اللي هي الاتش سبستانس في السكريشن مع الاي بي او جينز. هذا الشكل بوضح لنا التفاعل السابق. حكينا عن الاتش ستراكشر، والاتش ستراكشر يعتبر اساس للبلد جروب اي وبي واي بي، وطبعا عدم وجوده هو بيؤدي الى وجود اللي هي البومبي فينوتايب. ان الاي بي ال بي اتش الاي بي اتش سبستانسز طبعا ان ذا سلايفا اوف سكريترز اللي هو اس اي او اس اس اي. حكينا السكريتري جينز هذول دورهم انه يعني توجد اللي هو الاتش انتيجن في السكريشنز. فلو انا يعني بدي اطلع اشوف اللي هو الاي بي او بلاد جروب الاو والاي والبي والاي بي، هلاقي ان الاو مش موجود فيها اللي هو الاي سبستانس في السلايفا ولا البي، ولكن حلاقي عندها الاتش لانه الاتش اساسا موجوده في البلاد جروب او. الاي حوجد عندها انتيجين اوف اي ولكن مش حلاقي البي، البي مش حلاقي الاي حلاقي البي، الاي بي حلاقي الاثنين وحلاقي الاتش طبعا
بنسب قليلة. بالنسبة للـ A1 والـ A2 phenotype، الـ A1 طبعاً والـ A2 حكينا هذه sub groups، وطبعاً لو أنا جبت RBCs the patients with anti-air agent اللي هو مش بنحط احنا anti-A وanti-B عشان أكشف عصيلة الدم A وB، لو أنا ضفت اللي هو خلايا وهذه الخلايا بتحتوي على anti-air agent واللي هو anti-A plus anti-A1، يعني عادة اللي هو anti-A بيكون في anti-A وanti-A1 لأنه الـ A1 بتشكل 80% من الـ A اللي هي كابيتال، وفصيلة ثانية اللي هي تحتوي على anti-A1 والكتين reagent. anti-A1 معناته الـ RBCs لـ A2. فلو أنا جبت هذه الـ blood groups وجبتهم مع الـ A blood group هلاحظ إنه هتعطيني بوزيتيف لأنه أنا موجود الـ anti-A موجود، يعني الـ anti-A حيرتبط مع اللي هي الـ A1 antigen sub group A antigen، بينما اللي هو اللي هو لو أنا جبت الـ anti-A1 لكتين هلاقيه برضه يرتبط عليه، لأنه أساسا الـ anti-A1 يرتبط على الـ A1. الـ A2 حلقته إنه الـ anti-A1 لن يرتبط عليه، ولكن حيرتبط على اللي هو الـ anti-A plus anti-A1، لأنه anti-A يحتوي على اللي هو anti على حوالي 20% من اللي هو الـ A2، وبالتالي هنلاقي إنه في الـ antibodies of A2 حترتبط وتعطيني positive. فالـ H substance حكينا انه بصير له عمليه موديفيكيشن بتعمل للاي والبي اذا كان انتيجنز اذا الجينز تبعتها موجوده في في اللي هو عمليه الترانسفيريزز، وحنلاقيها موجوده كذلك في السلايفا. وحكينا انه الاي انديفيديوال اللي طبعا يعني اللي حيكون فيه اللي هو الاي اي انتيجن واس اي سكريتري اللي هو اتش انتيجنز حلاقيها موجوده وين؟ في اللي هو secreted في اللي هي السلايفا الـ A والـ H. الـ SC gene does not however affect formation of A and B or H antigen. secretory genes ما لهاش دور بتأثرش على فصائل الدم ولا بتأثر على H، ولكن دورها انها بتوجد هاي اللي هي الـ antigens soluble in the اللي هو secretions. فبالتالي اللي هو وجود الـ SC gene specified two alpha-fucosyl transferase determines whether ABH soluble substances will be secreted. إذا وجود الـ SE gene هو اللي بحدد إنه هاي الـ antigens الـ ABH antigen حتكون soluble في اللي هو secretions ولا لا. يعني بمعنى آخر بعدم وجود الـ secretory genes لن يكون هناك ABH in secretions. بنيجي للـ laboratory testing. الـ ABO grouping طبعا بتتم بطريقتين مختلفتين، الطريقة الأولى بنسميها forward typing وفينا reverse typing. طبعا الناس اللي عندهم فصيلة دم A على سبيل المثال هنلاقي عنده antigen A وعنده anti-B، وكذلك اللي هو الـ B blood group هنلاقي عنده antigen B وanti-A، الـ O مش هلاقي عنده antigens ولكن هلاقي عنده antibodies. الآن لما بدي استخدم الفورورد، الفورد بتعتمد على وجود الانتيجن على الخلايا وانا بكشف عنه باستخدام الانتيبوديز. طبعا الانتيبوديز بتكون موجوده في بوتل والخلايا بنحطها على الشريحه بنضيف عليها انتي اي على يعني بنحط اللي هو تو دروبس، 1 دروب بنحط عليه انتي اي والثاني بنحط عليه انتي بي وبعدين بنحرك يعني اللي هو قطعه خشبيه خاصه، وطبعا اذا ظهر اجلوتينيشن على الاي بنعرف انه فصيله الدم اي، اذا ظهر على البي بنعرف انه فصيله الدم بي. طبعا الانتي اي بي ممكن انا استخدمه عشان اكشف على اللي هو الاو دونرز. الاو دونرز حكينا ما فيش فيه انتيجنز ولكن في اللي هو انتي بوديز لمين؟ للاي والبي. طبعا هذا بنكشف وين؟ نكشف عنها في اللي هو النيو بورن سيلز ديك ويك انتيجنز. طبعا النيو بورن حكينا لسه الانتيبوديز استكباش عنده متكونه مع اللي هو الولاده،
ولكن وجدوا وظافة الأنتي A و B بيظهر على شكل weak اللي هي agglutination. النوع الثاني من التفاعلات اللي بتكشف على blood group يسميها reverse اللي هو typing. reverse يعني عكسي. عكسي يعني بتعتمد على presence or absence of A, B, O antibodies in serum عن طريق استخدام non-antigen positive red cells. يعني أنا بجيب خلايا وهذه الخلايا طبعا تكون معروف علي عندي إيش نوع الأنتيجنز اللي موجود عليها وبأكشف عن وجود اللي هي الأنتيبوديز باستخدام اللي هو هذه الخلايا. يعني بمعنى آخر بكشف بشكل عكسي عن البلد تايب. يعني A1 وB cells are most commonly used. يعني ممكن أنا أجيب خلايا اللي هي عبارة عن خلايا تحتوي على الأنتيجين A1 أو B antigen اللي هو موجودة على السيل ميمبرين. فالA طبعا سيلز لها يعني لها خاصية أنها بتشكل 80% من الA antigen على السيرفس، والB طبعا antigens بتشكل تقريبا 100% من الB اللي هي antigen على السيلز. بالنسبة طبعا للريفيرس طبعا بيعتمد على أنه نكشف عن وجود الانتيبوديز اللي موجوده وين في السيرم تبع المريض عن طريق اللي الخلايا بنكشف عن فصيله الدم تبعته اللي هي من خلال الانتيبوديز اللي موجوده في الدم. بالنسبه طبعا للفورورد تيستينج بيتم عمله على الروم تمبريتشر والرياكشن شود بي ات ليست بلس 2، يعني لازم يكون في عندنا اجلوتينيشن واضح للبلد جروب. ما ينفعش يكون اجلوتينيشن هيك محير، لازم يكون بشكل واضح اللي هو الاجلوتينيشن. إذا كانت أقل من بلس 2 تعتبر بسموها discrepancy، وdiscrepancy يعني في اختلاف أو في خلل معين لازم أعرف إيش هو. الريفيرس جروبينج must match with the forward، لازم لما أعمل ريفيرس يكون متوافق مع مين؟ مع الفورورد. إذا ما كانش في توافق معناته في أن ABO discrepancy exists. كمان شوي حنتكلم إيش يعني ABO discrepancy. The principle تبع اللي هو laboratory testing forward reverse يعتبر heme agglutination، يعني تفاعل يعتمد على ارتباط الانتيبوديز على كرات الدم الحمراء وتخثر كرات الدم الحمراء، واللي هو من خلاله حنستخدم السيرم او السيلز. اذا بدي استخدم سيرم بتكون reverse، بستخدم سيلز بتكون forward reaction، او ممكن طبعا استخدم اللي هو يعني هذول الطريقتين اما على الشريحه او بتيوب. عاده الريفيرس بنستخدمه في تيوب والفورورد بنستخدمه على الشريحه، وان كان ممكن نستخدم الاثنين في التيوب از ويل. طبعا بعمل سنتريفيكيشن، بعدين بعمل ريسسبنشن. الاجلوتينيشن تظهر بشكل واضح تخثر في قاع الانبوب اللي هي لما حرك الانبوب بيدي بشكل أز وبشكل بسيط هتظهر كتل، والكتل هذه بتعكس الاجلوتينيشن. لاحظين هنا على الشريحه البلاد جروب اللي هي بتظهر تخثر بشكل واضح وصريح، بينما عدم وجود تخثر بضل البلاد كما هو. طبعا هنا بنتكلم عن اي بلاد جروب، اعطانا اللي هو رياكشن مع الاي انتيجن، واعطانا اللي هي رياكشن مع اللي هو اللي هي إذا كان أنا بدي أستخدم هنا أنتيجين، أنا بدي أستخدم اللي هو أنتيبوديز، هنا ريفيرس وهنا فورورد. أنا بدي أستخدم اللي هو طبعاً بلاد جروب، بدي أكشف على بلاد جروب بي، بدي أعمل اللي هو أضيف أنتي إي وأنتي بي على بضيف أنتي إي عفواً بضيف أنتي بي وأنتي إي. يفترض إنه عندنا الأنتي إي ما يعطينيش رياكشن، الأنتي بي حيعطينا. طبعا هذا معكوسه، الفورورد حيكون انه مع الانتي مع اللي هو البلاد جروب سيلز اللي تحتوي على البي انتيجين هنلاقي انه الانتي اي حيكون في بلاد جروب اي. الاي بي طبعا حيكون عندنا اجلوتينيشن في البوث اللي هي اي والبي، انتي اي والبي. وكمان لو انا بدي اجيب اللي هو سيلز تحتوي على A و B هلاحظ انه في عندنا agglutination في الاي الاي والبي، وانا طبعا هذا برضك مش مظبوط، لازم يكون في عندنا agglutination في التو اللي هو circles. الاو طبعا لو ضفت انا انتي A وانتي B هلاحظ انه فيش عندنا تفاعل مع
اللي هو يعني فيش عندنا تفاعل او اجلوتينيشن على الاطلاق. لو بدي اعمل انا ريفيرس، ريفيرس بدي يكون ان A cells و B cells يفترض ان يكون في عندنا اجلوتينيشن مع الاو بلاد جروب. طبعا هنا يعني في خلل في الصوره انه مش ظاهر ان هنا اجلوتينيشن. عندنا مثال على اللي هو الفورورد والريفيرس زي ما حكينا، انه لو انا جبت فصيله دم A وضفت عليها انتي A حتعطيني بلس 4، لو جبت O حطيت عليها A مش حتعطيني اجلوتينيشن، لو جبت AB حتعطيني اجلوتينيشن. لو حطيت انتي B على ال A مش حيعطيني شيء، على ال B حيعطيني طبعا، وعلى ال AB حيعطيني، على ال O مش حيعطيني لا مع ال A ولا مع ال B. ال A1 cells، ال A1 cells لو ضفتها على اللي هي واحد عنده فصيلة دمه A مش حيكون في عنده أي agglutination، ولو ضفت B cells على اللي هو لو ضفت هنا اللي هو جبت ال B cells وخدت عينة من سيرم من patient فصيلة دمه A، هلاحظ انه عنده انتي بي سيلز حيعطينا اجلوتينيشن. لو استخدمت اللي هو البي بلاد جروب وطبعا رحت جبت اي 1 سيلز، هلاحظ انه حيكون عندي اجلوتينيشن لانه حيكون عنده انتي بوديز للاي 1 سيلز، ولكن مش حيصير عنده انتي بوديز للبي سيلز. الاي بي طبعا يحتوي على الاي والبي انتيجن، لا يحتوي على انتي بوديز، فالريفيرس حيكون 0-0 مع الاي والبي. العكس صحيح، بيجي من على الاو مش هيرتبط لا مع الـ A ولا الـ B، ولكن هيرتبط مع اللي هو الـ A1 cells اللي يحتوي على انتي، هيرتبط مع الـ B cells ويعطينا agglutination مع الـ B. بنيجي لشيء مفهوم مهم جدا، انه عدم وجود تطابق ما بين الفورورد والريفيرس، وهذا يسمى اللي هي discrepancies. ولو بمعنى آخر يكون في عنا عدم تطابق في اللي هو التفاعلات اللي هي المباشرة والعكسية. طبعا هذه الـ discrepancies لها عدة أسباب، ممكن يكون سببها يكون clerical error يعني خطأ اللي هو في التسجيل أو في كتابة البيانات، وهذا ممكن سبب APO discrepancies. وطبعا هذا ناتج عن تسجيل بيانات خاطئة لـ blood groups للمريض أو لوحدة الدم، وهذا أمر وارد جدا. عشان طبعا أحل المشكلة لازم ارجع على الهيستوري تبع البيشنت، وكمان لازم اعمل انكيبيشن اللي هي للتيوبز ات روم تمبرتشر او 18 اللي هي درجه مئويه، او اذا كان ضروري ممكن اعمل انكيبيشن على 4 درجات مئويه. بدي اعمل ووشنج للسيلز وري تيست. يعني بمعنى اخر لو وجدت عينه الدم ولاحظت انه عملت لي عدم في اختلال ما بين الفورورد والريفيرس، هتبع الخطوات التالية. بدي أشوف الأخطاء اللي هي الكتابية، هشوف البيشنت هيستوري، وبعدين الخلايا نفسها عملها انكيبيشن على روم تمبريتشر أو اللي هي 18، أو إذا كان مهم إذا كان أنا بدي أكشف على الكولد أنتي بوديز ممكن أعملها انكيبيشن على اللي هو على 4 degrees. بدي أغسل الخلايا بالسلاين وبعدين بدي أعملها ري تيستينج. بدي أعمل لها تيستينج بأنواع مختلفة من اللي هو الريفيرس زي اللكتين والاتش لكتين، وطبعا هتكشف لي على اللي هو الـ A1 اللي هي antigens، وطبعا هتكشف لي الاتش هتكشف لي على الـ B الـ A2 زي ما حكينا لكم سابقا، وبدي اتعرف على اللي هو الاذر antibodies that may interfere in the test. بدي احاول اشوف اذا في اي antibodies ممكن تاثر على اللي هو التفاعل. يعني معنى اخر discrepancy ممكن يكون سببه السب جروبز او A او السب جروبز اللي هي A1 و A2. الـ APO discrepancy اللي هو عندنا مثال، عندنا شخص عندنا انتي A وانتي B وعندنا A1 cells و B cells و O cells و control. اذا عندنا في forward و reverse، بضيف انتي A بلاحظ انه فيش رياكشن، بضيف انتي B بلاحظ انه فيش رياكشن، بضيف A1 cells على السيرم تبع اللي هو المريض فبلاحظ انه ما فيش رياكشن، يعني ما فيش انتي اللي هو A1 cells. بضيف على ال B cells بلاحظ انه فيش عنده اللي هو انتي بوديز اللي هو ال B cells.
بضيف اللي هو بجيب او سيلز وبضيف عليها اللي هو انتي بوديز، ما تعطونيش اي رياكشن ولا الكنترول. اذا كل الرياكشن يعني بيتجه نحو انه في عندنا الفورورد نو رياكشنز والريفيرس اللي هو نو رياكشنز، وكانه فصيله دم المريض هي اي بي. الكوزز الجروب او نيو بورن او الاردرلي بيشنتس يكون عندنا كميه الانتي بوديز قليله جدا، فبالتالي ممكن تعمل لي هاي الديسكريبانسز. الريزوليوشن كيف بدي احل المشكله؟ بدي اشوف الهيستوري، بدي اعمل انكيبيشن للسيرم والسيل تيوبس ات روم تمبريتشر اور كولدر عشان ممكن افحصها مره اخرى واعيد الفحص. في عندنا حاله ثانيه اللي هو عندنا بضيف انتي اي وانتي بي، وعندنا A1 سيلز وB سيلز اضيف عليهم سيرم او سيلز، فينا كنترول. فينا الفورورد اعطانا نتيجه انه فصيله الدم A، الريفيرس بيعطيني اللي هو نتيجه انه في عندنا انتي A وانتي B، معناته عندنا اللي هي فصيله الدم O. السبب في هذا الامر انه في عندنا اللي هي سب جروبس اوف A. سب جروبس اوف A طبعا الريزوليوشن بدنا نعمل تيست سيلز وذ A الكتين A1 وبدي افحص اللي هو with A2 cells، يعني بمعنى اخر بدي اكشف عن اللي هو السب جروبس، بدي اجيب A2 cells وبدي استخدم الانتي اللي هو بسموه A1 اللي هي سب جروبس. وفي الحاله هذه انا بكشف عن اللي هو السب جروب اذا كانت عندنا سب جروب اوف A، وطبعا حكشف عنها وجود كمان ال A2 cells. عندنا مثال اخر للديسكريبانسز، انه انا عندي فصيله دم اللي هو عندي فحص لفصيله الدم، ضفت انتي اي وانتي بي، ريفيرس ما اعطانيش رياكشن، معناته الفصيله الدم اللي اي اي او. جبت A1 سيلز وبي سيلز، بدي اكشف عن وجود الانتي بوديز عند اللي هو البيشنت، بحط اللي هو السيرم مع السيلز، بلاحظ انه عندنا اعطانا سترونج رياكشن مع الاي 1 سيلز، وطبعا اعطانا سترونج رياكشن مع اللي هو البي سيلز، وطبعا اعطانا كمان اللي هو سترونج رياكشن مع البي سيلز. في الحاله هذه الفورورد اعطانا او والريفيرس اعطانا اللي هو او. هذه طبعا سببها could be straight forward o with an allo antibodies or it could be o h small. resolution نعمل run للانتيبادي بانل، يعني بمعنى اخر بنكشف عن وجود اللي هو الانتيجنز عن طريق استخدام شيء بيسموه الانتي بودي بانل، يعني عندنا مجموعه من الانتي بوديز من خلالها بكشف عن وجود اللي هي انواع الفصائل الدم اللي هي او السب جروبس تبعتها بشكل اللي هو اسهل واسرع. طبعا حافحص كذلك مع وجود اللي هو الاتش لكتين اللي هو عباره عن الانتي اي 2 اللي هو سب جروب. طبعا هيك بنكون احنا خلصنا محاضرتنا، وان شاء الله نلتقي في شابتر جديد في لقاء اخر يتجدد، وبارك الله فيكم جميعا ونلتقي مره اخرى ان شاء الله.